طيب يا شباب، زي ما ذكرنا انه في اطار الامثله لازم تاخذ امثله كتير للاوبجكتس، انه انت تفكر فعلا كل حاجه حواليك انه انت بدك تعتبرها اوبجكتس، لها مجموعه من الخصائص ولها مجموعه من الكابابيلتيز. الريكتانجل على سبيل المثال ايش الخصائص تبعته؟ مستطيل، هذا اللي هو الويدث واللينث، دبليو والال، تمام. ممكن هذه البيانات تبعته. اما الكابابيلتيز زي ما احنا ذكرنا في الليست، تيجي تسال انه للليست ايش تقدر تسوي، بتقول لك بقدر اجيب لك اكبر قيمه، او بالاحرى انه لا، الماكس هذه داله بلت ان. ممكن انه انت تقول في الليست، تقول لك انه انا بقدر اعمل سورت، بقدر اضيف لك عنصر، اعمل لك ابنت. فهذه هي الكابابيلتي تبعته. فبالتالي هنا الريكتانجل بدنا نعتبره انه هو عباره عن اوبجكت، ونقول له ايش القدرات تبعتك. بقول لك بقدر احسب لك المساحه لوحدي، بقدر احسب لك المحيط. فبالتالي هنا ايش نسوي؟ نعرف كلاس ريكتانجل خليني اعرف لك اياه هنا في البيشار، يكون اسهل انه احنا نتعامل معاه. جا هنا زي ما تعودنا كلاس ريك ريكتانجل نقطتين. ايش البيانات؟ ال تساوي 0، ممكن نعتبرها زي هيك، وال W تساوي 0. بعدها بنروح على الانستركتور مباشرة، ده انت ايش هياخد؟ ال و W. بس ال L و W هدول بيختلفوا عن هدول، خلي بالك ايش الاختلاف. ايوه، نحكي هنا سيلف دوت ال تساوي ال، هذه كبارامتر. هنا لما عملت سيلف دوت دبليو دوت ال، معنى ذلك ان انت بتقصد البيانات تبعت الكلاس. نعم، سيلف دوت دبليو بتساوي دبليو، هاي دالة الانت، تمام. شو كمان حطينا؟ انه الكابابيلتيز تبعته انه احنا بدنا نحسب المساحه. get def get area بده ياخد، او انه بياخد self object من نفس النوع، وانا اعمل return للself ضرب طول في العرض. وهنا نعرف دالة للبرميتر، خلينا نعملها هنا اندرسكور احسن. وهنا زي ما تعود نعمل هنا return ل 2 ضرب self ال self، عشان هيك انا حطيت الاقواس. اعمل لي الجمع بعدين اضربه في 2. ممكن نعمل دالة الاستيار، هنا نحكي له انه return مش طباعة، برجع كسترينج وانت حر بتسوي فيها اللي بدك اياه. لا
هنا نحطها length وهنا بدي احط لك اياها في سطر جديد ال width وهنا format self dot l self dot w. هيك بتكون خلصنا الكلاس. تعرف كلاس جديد r واحد هاي اجيت السلف ذكرنا انه انت السكوب تبع الدالة هنا هي عرفنا دالة تمام عرفت فيها متغير x بتساوي 10 طبعا استدعيت الدالة جاب لي قيمة الإكس طبعا ليها على الشاشة اللي هو تنفيذ هذا السطر. الآن بعد ما أنا خلصت واستدعيت الدالة رحت طبعت قيمة الإكس إيش بطلع لك؟ نيم إيرور. بقول لك الإكس أنا مش عارفها. ليش؟ لأنه الإكس هذه عرفها جوات الدالة هذه وقت الاستدعاء حجز مكان في الذاكرة عرفه اسمه إكس تمام؟ وبتقدر تستخدمه جوات الدالة بس. طبع لك قيمته. الآن بعد ما خلص استدعاء الدالة بدك تطبع قيمة الإكس. بقول لك أنا مش عارف الإكس. معنى ذلك إنه السكوب تبع الإكس نطاق الإكس هنا داخل حدود الدالة بس. تمام؟ فهنا أنا عندي أنا بدي أحكي له إنه L. بس الال تبعت مين؟ خارج الدالة خارج نطاق الدالة بس وين مكانها؟ في الكلاس ما دام انا عندي مؤشر بيأشر على الكلاس ايش هو؟ السلف بقدر اصل لهي البيانات فبقول له السلف دوت الال بقصد فيها الال هاي بتساوي الال الال هذا عبارة عن باراميتر انا مررته للدالة فبالتالي هنا انت ممكن تعتبره مثلا اي حاجة ثانية ممكن تعتبره مثلا لين وهنا الويد فبالتالي هنا بده يصير بلاش اللين لانه اصلا اللين عبارة عن بلت ان فانكشن مثلا نقول له لينث وهنا الويد فبالتالي هنا بده يصير وهنا بيعرفش فبالتالي هدول عبارة عن باراميترز انت مررتهم بتحدد اساميهم لكن هنا بدك انه انت تقصد انه ال والدبليو اللي تابع على الكلاس تعمل سيلف دوت فبالتالي انت بتصل لحاجة خارج نطاق الدالة بهذا الشكل بتحط نعم نعم. لو هما نفس بتساوي وين في أي سطر في أي سطر أول؟ آه هنا في جملة في سطر 10. لو حتى نفس الشيء. آه. طول في العرض ولا العرض في الطول؟ ما هو حاصل ضرب 3 في 4 ولا 4 في 3؟ من غير سيلف؟ لا انت هنا دالة وبرضو انت بدك تصل لبيانات خارج نطاق الدالة بيانات تابعة للكلاس كيف بدك تصلها؟ لازم بالسيلف هذا اذا كان هيك سؤالك انت معرفة فوق انت بتقصد في سؤالك شغلة تانية ايش هي؟ نعم زيرو في الدالة الاولى؟ لو حطيناها هيك هنا؟ لا ها آه. يعني
ما تقوليش تحت وفوق وقول لي في سطر كذا بدنا نعمل كذا. في سطر 10 بس اللينس هذه عبارة، هدول عبارة عن local variables للانت. نفس فكرة هنا بدنا نيجي نرجع زي ما انت بتعرف الاكس بتساوي 10 عبارة عن local variable راح يكون للدالة، وبعد ما يتم استدعاء الدالة خلاص هذا الفاريبل بيقول لك انه نيم ايرور بالضبط. اي اخير هذا هذا ماله حكيت احنا الليست متفقين انه الليست اوبجكت صح؟ تمام؟ لما تقول له برنت لليست معين بيطبع لك اياه. عرفت ديكشنري، الديكشنري برضه عباره عن اوبجكت طبع لك اياه صح؟ احنا عرفنا المحاضره اللي فاتت بيرسون صح؟ هي وين البيرسون؟ ايوه هنا تمام؟ ايش حددنا البيانات تبعته؟ خليك معايا، حددنا النيم والجندر والايج. هجيت عرفت اوبجكت من البيرسون، لما اجي اقول له اطبع لي البيرسون ايش المفروض انه هو يسوي؟ البيانات كلها؟ هاي بدي اشيل لك دالة الاس تي ار تمام؟ هاي عرفنا تمام، وهاي استدعينا الميثود واحد والميثود اثنين. هنا بدي اقول لك برنت ايش طبع لي؟ طبع لك اسم الكلاس بيرسون، وانه هذا عبارة عن اوبجكت منه، وعنوانه في الذاكرة at معناها انه على هذا الموقع في الذاكرة، لانه انت معرف نوع جديد تايب جديد. وبعرفش لما تستدعي دالة برنت لبيرسون ايش يعني برنت لبيرسون؟ كيف بدنا نطبع بيرسون؟ بدك تعرفها زي ما انت بدك تعطي قيمة ابتدائية لبيرسون، برضو قول لي كيف بدك تطبع لي بيرسون. فكيف بدنا نعرف هاي الشغلة؟ زي ما هنا عملنا initialize بدالة الانت، ايش بدنا نسوي؟ في دالة الاستيار بدنا نقول له انه خلي بالك لما تطبع لي بيرسون ايش بدي اياك تسوي؟ بالضبط. بطل يا عمر راح اعمل لك ريتيرن للاسم، معنى ذلك انه لما اقول لك اطبع لي هذا البيرسون ايش بيطبع لك اسمه؟ تخيل انه انا في الامتحان طلب منك كلاس ستودنت تمام، وبقول لك لما تعمل طباعة للطالب بدي اياك تطبع فقط رقمه الجامعي، او بدي اياك مثلا تطبع رقمه الجامعي واسمه، او رقمه الجامعي ومعدله التراكمي، حسب ما انت بدك تحدد هاي الشغله. كيف بتحددها؟ وين بتحددها؟ في دالة الاس تي ار تمام. هنا لما تعرف دالة الاس تي ار فعلا لما تيجي تعمل برنت لاحظ هنا هذا الكلام حيتغير وحيطبع لك. لما تقول له برنت بي واحد بيقول لك احمد. مين بي واحد؟ احمد. ممكن تطبع له كل المعلومات، تقول له احمد عباره عن ميل وعمره 20 سنه تمام. طيب واضح الان الاس تي ار؟ لما تقول له اطبع لي مستطيل شو معناته؟ بس مجرد اطبع لي الطول والعرض. بالمناسبة هنا هذا الكلام ممكن انا نضيف باراميتر ثانية، نقول له هنا line color بتساوي by default black، خصائص اضافية زي هيك، وبالتالي انه مش بالضرورة انه يكون عندك فقط
الطول والعرض. ممكن انت تعرف خصائص تانية، اللاين كلر ايش لون الخط اللي احنا بنرسم فيه الريكتانجل، وممكن يكون في عنا كابابيليتي تانية زي انه احنا نطلب منه انه هو يرسم نفسه بنفسه. اقول له عرف لي مستطيل 3×4 تمام لونه احمر، وبعديها اعمل لي درو ورسم لي اياه تمام. وهنا ممكن احط الكالر واقول له هنا self.w او .color line color بتساوي الكالر تمام. نعرف المستطيل الاول كيف نعرف r1، هذا عبارة عن اسم متغير، انت بتختار الاسم اللي بدك اياه، r1 rec1 اللي بدك اياه بتساوي اسم الكلاس ريكتانجل، بتفتح قوس بتحط الانيشلايزد او الانيشال فاليوز اللي انت عرفتها في كل سيكتور. ايش بدنا نعرف له؟ اول حاجه هيو جاب لك اياها لينث، عامل هايلايت عليه بالاسود بولد، هي 3 كوما، شايف صار عندك هايلايت للويث 2، والكلر بنقول له هنا بلو. عرف ريكتانجل تاني 8 او 9 هنا 4 ولونه ريد، وهي 2. اجيت ريك واحد ممكن نقول له لو سمحت قديش المساحه تبعتك، حطها في جمله طباعه، او قبل الطباعه بدنا نطلب انه برنت ريك واحد بدنا نشوف معلوماته، بدنا نضيفها هنا المعلومات. وهنا نقول له سلاش ان كالر، وهنا نضيف في الاخر سيلف دوت لاين كالر. لما تشغل بيطبع لك معلومات الريكتانجل انه اللينث 3 والويث 2 والكلر بلو، وهنا 6. 6 هي عباره عن ايش؟ ممكن انت تحطها هنا عباره عن اريا، يعني شكل الريكتانجل الثاني ممكن ايش نسوي؟ نطبعه بس نطلب البرميتر، وهنا بدل الاريا نطلق. بتلاحظ هنا لما تعمل دوت في الكلاس ايش بيجيب لك؟ لاين كلر ايش حاطط جنبها هنا؟ اف فيلد تمام، ال فيلد. فاكرين لما احنا حكينا في الاوبجكت هنا انه احنا عندنا المترادفات ايش هي؟ حكينا داتا هاي فيلد او اتريبيوت، او هنا احنا عرفناها هنا كل المرادفات. يبقى داتا او فيلد او اتريبيوتس او بروبرتيز، يبقى اف يعني بيانات. شوف لي هنا دوت جاب لك اللاين كولر اف. لما تستدعي اي حاجه انت عندك اي اوبجكت حتى لو كان بيلت ان سترينج او ديكشنري او تابل بيجيب لك هاي الشغلات. ام يعني ميثود، نعم. فبالتالي انت بتقدر تعرف هاي الشغلات عباره عن ام او اف، كل الشغلات اللي بتكون جوا الكلاس، يا اما بيانات يا اما دوال تمام. فبالتالي هنا احنا مش ايه بنستدعي الداله الثانيه للجيت بريميت بهذا الشكل. هنشوف معلومات الريكتانجل الثاني. الريكتانجل الثاني
طول 9 والعرض 4 والكلر احمر والبريميتر 10 محيط. كيف 10؟ مش المحيط 9 زائد 4 ضرب 2 صح؟ هنا L زائد W ضرب 2 ماشي. ايوه انا بحكي في ريكتانجل 2، ريكتانجل 2 حطينا 9 و4. هنا ريك 1 اوكي. هيك مظبوط. نعم 9 في 4 ضرب 9 و4 13 ضرب 2 26 تمام. وهنا المساحه 2 في 3 6. طيب خلينا نبرمج كمان كلاس.